السلام عليكم إخوان، تبارك الله عليكم، تحية للجميع. المهم اليوم الجمعة 12 ماي 2023، خرجت شوية بكري، باقي الناس عاد كيفرشوا في الشوطية القصر الكبير. المهم ندير شي فيديو خفيف ظريف، حيت غادي خارجين بيكالا مع الإخوة إن شاء الله. لكم شي فيديو تشوفوا كيفاش داير الاحوال هنايا. السلام عليكم. السلعه كتبان لي قليله شويه هاد الايام هادي، هي كاينش داكشي اللي الدراري عاد كيتوكلوا على الله. يلا كيفرشوا، هاد بابين يحطوا السلعه بحال الباسيكان، الحويجات، السبرديلات. سنايبلات السبرديلات، المهم خلطه السلعه. الدراري عاد كييسروا، الله يسهل عليهم الله يعاونهم. أردين يصبحتي مزيان، الله يعاونك. المهم اخي أردين عنده التخليطة ديالو، مسكين عنده السلعة ديالو، الله يسهل عليه. أردين عنده شوية سلعة مزيونة، هنا كاينة سبيرطات سبرديلات، نجيب لهم التيسير كاملين. ساكي يجتهد وفي الحلال، الله يحضر لهم البركة، الله يحضر البركة اخي نور الدين، يجيب شي سير. المهم الاخوان السوق باقي خاوي، عاد كيفرشوا الدراري، ها هما عاد كيفرشوا. فيصل محمد باقي ما كايناش السلعة، يلا كيفرشوا. انا خرجت بكري اليوم، يلا بعدين بوسلام تواعد كيف الراش. شوفوا هنا شنو كاينه، الشباب سبقوني اليوم وما كيتسناو ما يجيش القهوه ديال الدعاء. ها كنصور على السلعة. عندك شي سلعة موجودة؟ هنا شي سلعة موجودة؟ سبرديلات صبابات، يسولوا بزاف على الصباب والسبرديلات. انتم كتسمعوا الاخوان سلعة قليلة، رزطونا على السبرديلة والصباط. ما جبتي سير خلق هنيا من خير. المهم وقشو داكشي ديال الشارجورات خير موجود، داكشي الالكترونيك. انا خي عبد الخالق هاد التخليطة ديالو، صباب السبرديلات داكشي قليل. ملي يكونو صباب السبرديلات راه غادي نقولو لكم. الله يهديه عمر سلام. خلق عنده تخليطه مزيونه هنا. الله يعاون. المهم الاخوان هادشي كامل كيكون عارف، هادشي كامل كيكون عامر. هذا هو السوق هنا، عاوتاني كيكون هاد الدنيا هنا هادي كامله عامره، الناس هادو كاملين، هاد الجهة كاملة كتكون عامرة حتى هي. ولكن باقي السوق دابا خاوي باقي معمروش، حتى هنا بعد المرة كيكون عامرة هنا. المهم هادي
هذا هو الشارع اللي كتعمر فيه الجوطيه يوميا. هذا الشارع ديال الخرديل. وملي جا راه كاين الدائره هي الدائره الثانيه الثالثه ولا الاولى والله ما قيس عقل كاع. ممكن الدائره ديال الشرطه نفس الشارع ديالها كيعمر السوق. المهم الاخوان السوق باقي خاوي، هما الناس موجدين ولكن باقي ما فرشوش، ها هما البلايصات المسائل باقي ما فرشوش، باقي الشارع خاوي. المهم غنلتحق بالاخوان باش نبداو الرحله ديالنا ان شاء الله. تحيه لكم، تبارك الله عليكم، من قلب مدينه القصر الكبير كنحييكم. السلام عليكم.